حالة الطرقات تفسد فرحة العيد لدى سكان تمرست. ميم لو سود خاوتي، الجنوب الجزائري اللي راهو يمد لنا واش رانا ناكلوا ونشربوا، كثر خير البترول تاع ربي سبحانه. زالينو الناس ماتوا، ايماجيني الناس دوكا مرضى في الجنوب الجزائري بالحساسية. الغبار هذاك تاع الطونوبيلات ولاو اليرجيك مساكن. طرق ما كانش، طرق ما كانش خاوتي. احنا رحنا شفنا في لندن، عاصمة تاع لندن، رحنا شفنا، شوفوا الناس كيفاش يسوقوا خاوتي، شوفوا. بدون فيزا الناطير خاطر فقط، غير حبيت نديكم الايلينغ. هذه البلاصه الهائله في لندن، موجوده في غرب لندن، فيها المسلمين، فيها العرب، فيها الباكستانيين، فيها الهنود، مخلطه مره على بالك، تاكل وين تحب، تشرب وين تحب، ساعتين تاخذ الليل تخرج تاكل فيها شواء. المهم انا ما حبيتش نهضر لكم على الماكله اللي هنا في ايلينغ، وين كانت ممتازه ورائعه جدا. حبيت نقول لكم باللي لندن كما راكم تشوفوا فيها 2.5 ملايين طنابيلات، 2.5 مليون دو طنابيلات. ابا باش يجيريو هاد الطنابينات هادو لي زانجليز واش داروا، باسكو سطر تيليجا، ابا داروا لي فروش. قدا كاين الفروش في لندن؟ 6000، 6000 خاوتي. نعطيكم سؤال، قدا كاين الفروش في العاصمه؟ كاينين 10، 5 ما يمشيوش، 2 محروقين، و3 محبسينهم لابوليس. سي محمد في لي زانجليز، ها شوفوا لهنا في ايلينغ مثلا، تحب ترافيرسي تضع البوطون، تضع البوطون يستنى الضوء الاخضر، كيقول لك اخضر ترافيرسي ترافيرسي، الناس ما يموتوش، والطوموبيلات هاكم تشوف فيهم يحبسوا، كيعود فروش يحبسوا. كاين هذه البلاكه الصفراء هذه اللي مصورينها في النص، هذه راكم تشوفوا فيها، كان تحبس طوموبيل لهنا يصوروها بالكاميرا، هاكم تشوفوا في الكاميرا، ويدزوا له للدار من بعد البروسي 200 باوند ولا 300 باوند. ايبا جامي تشوفوا حتى طوموبيل تحبس لهنا، تحبس سوا في الفروش، سوا كتعود كتعود خضراء تمشي. سي محمد كلش يحترم روحه، الناس يحترموا رواحهم يترافيرسيو في الاخضر، ولي فواتور يحترموا رواحهم يترافيرسيو ثاني في الاخضر، والناس ما يموتوش. شفتوا احنا يا ارهاب الطرقات كل يوم يقتلنا اولادنا وبوياتنا وماتنا، ها واش وين هما لي ديسبوزيسيون اللي داروا المسؤولين تاوعنا لي بيرمي ا بوان وسقمونا الطرق، يعرفوا يديروا غير لي دودان، ربوا لنا الطونوبيلات الكل، هذا ما يعرفوا. سي نورمال هما يظلوا في الطيارات، ها هذه هي لي ديسبوزيسيون تاع واحد. نهار العيد ماتوا 20 واحد. قدا كاين فروش في الجزائر؟ قدا كاين باساج كلوتي ممر تاع تاع المواطنين في فوفير وفروش؟ كانش. لماذا؟ خاطرش المواطن تاعنا في الجزائر ارخص حاجه في الجزائر هي المواطن الجزائري. شفتوا كاين 35 مليون طوموبيل في الانجليز، يموتوا 2000 في العام، احنا عندنا 8 ملايين يموتوا 4000، عندهم 6000 فروج في لندن. احسبوا لي قدا كاين فروج في الجزائر، يمشي العاصمه واحد ما يحترمه ولا يحترموه، يحترموه يديروا البروسي، عنده صاحبه كوميسار يطير له البروسي لهنا، والله تحكم الكاميرا والله يجي الكوك يطير لك البروسي تاعك. Deux poids, deux mesures.